كمل يا فيلسوف، كمل، يلا كمل. ليش بتقولي لي فيلسوف؟ لأن أنت كنت فيلسوف وانحسدت، يا ريت ترجع، يا ريت ترجع مثل ما كنت بصراحة. يعني بصراحة والله العظيم كل يومية أشبع قهر، والله يعني كمية القهر اللي قاعدة آني يعني مو على مشي. طبعا أنا دا أشوف الكومنتارات الجوة، ناس ما يخافون الله، ناس هاي الدنيا عبالهم بس هاي الدنيا الفانية خلاص ماكو بعد شي ثاني، ويضحكون ويلعبون وعبالهم هم مش ما يسوون خلاص بس هاي الدنيا، بس لما يطبون للقبر راح يشوين شوي وينشوي أبو أبوهم وأجدادهم اللي ما صدقوا بأي شي. هذول الجوة. طبعا أنت تقول أنت من المسلمين، ومن كان في قلبه مثقال ذرة يعني من الإيمان يدخل الجنة، بس هذول خطية جوة اللي قاعد أنت تحشي وياهم وصايرين من جمهورك. طبعا جمهورك اللي واقفين وراك هذول كلهم شياطين، هذول كلهم زمر شياطين واقفين وراك وقاعدين يدعموك. أي فامشي ورا اللي بكيك وما تمشيش ورا اللي يضحكك، مو هاي على قول صديقتي هدى. هسه لو تشوفني وياك والله لا تنتحر. شوف شنو قصة هاي هدى؟ هاي هدى أول ما اجيت على النرويج، أنا هي أول صديقة إلي بالنرويج وهي مصرية، فمن اجيت هنا بس هي يعني كانت صديقتي الأولى، مسميتها صديقة العمر وإلى حد الآن. أي نرجع على موضوعنا، فإحنا مثلا من نقول هاي الأشياء اللي أنت قاعد طبعا هسه تحكي بيها وتحكي بيها وتقول مو هيجي ومو هيجي، طبعا احنا الإيمان اللي بقلبنا أبد ما يزحزح، والله رغم أنف كل الذين قاعدين هنا ويكتبون يعني كومنتارات سخيفة إلى درجة لا تطاق. أنت تعتقدين أنه عندك إيمان؟ شون شون شون؟ أنت تعتقدين أنه عندك إيمان بس ما عندك إيمان؟ لا عندي إيمان، وهذا كلام الشيطان. أنا عندي إيمان. الإيمان مسألة أنت تربيتي عليه، لا فكرتي بالله ولا فكرتي بالدين ولا فكرتي بكذا، ضحكوا عليك بشوية كلام فاعتقدت أنه هذا هو دين الله. أي هذا الكلام اللي هذول الجوة هم قاعدين يقولوا. لا أتركك من اللي جوا، ولكن الحقيقة المرة يا عزيزتي أنه كثير من المسلمين هم في نهاية المطاف شوية ناس مقلدة ما بيشغلون عقولهم، فبيؤمنوا بشغلات يعني ما بيعرف ولا هذا الكلام صحيح ولا كذب، وهذا مع الأسف الشديد اللي أنت واقعة فيه. ويا عيني يا خسرانين، اي والله شكد خسرانين. زين اذا احنا اذا يعني احنا هم ربحانين، اني وي احنا ربحانين، يو من الجهتين احنا ربحانين. انت مو ربحانين. يو ليش مو ربحانين؟ انا اقول لك ليش. لانه ببساطة شديدة انتم يوميا تصابون بالحرج من هذا الدين وما يوجد جواته. هاي شنو هذا الحكي؟ من جبته؟ منو قال اصلا اني افتخر بيه؟ أنت ما تفتخرين بي. أيوة أنا قاعدة أمشي بالضبط مالتي والعالم. هل تفتخرين بأنه نبيك بيقول عنك ناقصة عقل؟ ها مرجع على هاي، أنت بس هاي القاعدة، أنت بس هاي اللازمها، ما عندك غير. مو بس هذا. لا بس هذا اللازم. ما عندك أي شيء. أنت مفتخرة بأنه قيمتك نصف قيمة الرجل. أقول لك شوف ترى هسه أنا وأنت نتساوى. إيه. شلون نتساوى؟ أنت رجال وأنا مرة. بالضبط. أنت لازم. راسي. انت لازم يصير في انتخابات، انت لازم تدير بالك على صوتي. لحظه، لما يصير في انتخابات صوتي انا صوت انسان واحد وصوتك انت صوت انسان واحد، ما في فرق بيناتنا. لو احتاج الامر الى شهاده هنا في النرويج او في السويد، شهادتي انا مثل شهادتك وشهادتك مثل شهادتي. لما بيصير في عمل انت بتقدمين على العمل وأنا بقدم على العمل، أنا وأنت عندنا نفس الفرص أننا نحصل على هذا الشيء. بينما أنت في هذه الشريعة لا، أنت تعتبرين نصف قيمة شهادة الرجل لأنك ناقصة عقل، ولأن قيمتك أصلاً أنت مثلاً هنا في السويد أنت ممكن تصيرين رئيسة وزراء. ليش؟ لأنه عندك نفس القيمة تبع الرجل.
بينما في الشريعة الإسلامية بحياته ما ممكن إنك أنت تصيرين رئيسة. ليش؟ لأنه قالوا لك إنه لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهمتي كيف الوضع؟ شوف انت هسه هذا الحكي كأنما قاعد تغني لي، ولا كأنما ما طب ولا كلمة، يعني قاعد وتغني لي. هذا الكلام اللي بقول لك هو من القرآن. القرآن يقول وللذكر مثل حظ الأنثيين، والله شوف فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. والنبي نفسه قال يعني إن كنا ناقصات عقل. مو كلام يعني، هذا كلام موجود في دينك، مو كلام. هاي شنو هاي هذا الجرس مال الفرن؟ آسف، هذا في ناس بيشتغلوا برا. أو يا أوكي، مو مشكلة. ليش تأسف خوما أنت الغلط؟ كيف؟ ليش تتأسف خوما أنت الغلطة؟ لا أنا لأنه مضطرين، إنه مو لك فقط، آسف للأخوة والأخوات إنه مضطرين إنه يسمعوا هذا الصوت يعني. زين يا محمد يا صالح، عندما نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ما رضيت بذلك، والدليل أنك طالعة بتشتغلي وبتعيشي وبتسوقي سيارة، وأنت لو كنت وحدة ملتزمة بالشريعة الإسلامية ما كنت تقدرين تعملين هذا الشيء. شنو؟ أنت لو وحدة ملتزمة بما قال الله وقال الرسول ما طلعتي من بيتك. هاي شنو هاي الحكي؟ من أنت تجيبه يا بي؟ أنا أقول لك تعتقدين انك انت رضيتي بالله ربا وبالاسلام دينا. بالاسلام بيقول لك انه انت شغلك الوحيد ترضين زوجك وتعيشين في بيتك، ما تروحين تطلعين تشتغلين، هذا لا يجوز لك في الاسلام. والله العظيم حتاخذ اجر، يعني اجر سيء جدا. امراه عظيمه، شوفي انت امراه عظيمه، ولكن في الاسلام انت تعتبرين امراه عاصيه. والله ماكو واحد ماكو واحد معاصي بهاي الدنيا، واحنا اختبار وامتحان في هذه الدنيا، ماكو ما عايشين هيجي على قولة المصريين سفلقة، لا كله بأجره، كله بأجره. انت اذا عبالك الحياة تعيش بإنسانية وعايش انت هنا على اساس خلاص ماكو اي شيء وما حد ايش ما تسوي، خلاص على مود انسانيتك، شنو من جبت هالحكي؟ هل تعتقدين انه الله اللي خلق الكون هذا وهو عارف انه احنا شو راح نعمل، راح نجيبنا ويحرقنا بهذه الطريقه البشعه؟ ليش يحرقنا اذا احنا نشرب؟ انا اقول لك والله لو واحد قاتل ابويا ها ما احرقه بهذه الطريقه. وهذا الكلام كله يدل على ماذا؟ يدل على انه هم ارادوا يزرعوا هذا الشيء براسك وبرأس المسلمين حتى يسيطروا عليهم، حتى لما يريدوا يجمعوا المسلمين في مكان واحد يقولوا يلا تعالوا كلكم في نفس المكان. شوف انت بمجرد ما يكون هذا الخوف براسك ما تقدر تفكرين. نعم، هم احنا ليش صرنا خاتم يعني اخر امه؟ شوف انت اليهود والمسيح قتلوا الانبياء، ما خلوا نبي ما قتلوه، ليش احنا ما قتلنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما حدا قتل الانبياء، هذا من اكاذيب القران. شنو 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 شنو؟ ما في حدا قتل الانبياء، ما حد قتلهم. ها يوجد هذا لانه انتم ما بتشغلون عقولكم. انت الان مثلا لو تقرأين التوراة وتقرأين القرآن راح تعرفين ان ثلاثة ارباع القرآن اصلا مسروقة من التوراة بطريقة سيئة. ولكن انا اجزم بانك بحياتي ما عملتي هذا الشيء، وبحياتك راح تخافين تعملين هذا الشيء. ليش؟ لانه بتخافين تفكرين، لانه قالوا لك انك اذا فكرتي ممكن راح يدخل الوسوسة براسك وتكفرين، وهذا الكلام كله كذب. طبعا ماكو وسوسة يعني أخطر من الوسوسة اللي قاعد أنت تسويها، ماكو وسوسة أكبر. ويعني أنت هسه حاليا الشيطان قاعد ورا ويدوق لك إصبعتين على القاعد أنت تسوي. أي والله أي والله، تعال شوف أنت إيش تسوي. أنا بقول كلمة غلط؟ والله كله غلط، أقسم بالله كله غلط. اي والله كله غلط، ومفرح الشيطان ومخليه قاعد يشيله وما ادري رجليه. اي والله رايك يا خديجه، الشيطان بيفرح لما احنا بنكره بعض ولا بنحب بعض؟ شنو عقلي ما كان يمي عيده.
أقول الشيطان بيفرح لما إحنا بنحب بعض ولا إحنا لما بنكره بعض؟ طبعا الشيطان يحب العشق الحرام ويحب كل هاي نظرة الحرام. مو نظرة الحرام يا 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 عزيزتي، أنا أقول الشيطان بيحب إنه إحنا نكون متفقين محبين لبعض قلوبنا على بعض، ولا يحب نكره بعض ونبغض بعض ونحقد على بعض؟ الشيطان هسه حاليا دي يحب هذا الشيء. أنا أشوف إنه الشيطان يحب اللي بيصير بين المسلمين. اللي أنا بقوله الآن وأبقوله إليك وبقوله للأخوة والأخوات، إذا كان في شيطان فالشيطان راح يبغض هذا اللي أنا بقوله. ليش؟ لأنه ببساطة شديدة أنا بقول شغلي عقلي. لما تشغلين عقلك لا شيطان ولا عبيد الشيطان ولا أتباع الشيطان راح يقدرون عليك. ولكن لما عقلك يكون مغيب ببساطة شديدة، أي جندي من جنود الشياطين من الدرجة العاشرة يجي يلعب براسك شوية تطيحين معه. ليش؟ لأنه عقلك مغيب. وهذا اللي بيعملوا مشايخ المسلمين معاكم، بيخوفوكم فبتغيب عقولكم، فبشو بتصيروا؟ بتصيروا عبيد للشياطين. لا إله إلا الله. الله يهديك. الآية التي تقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عمل لو صنع. لا احنا شنو ليش شنو مناسبة هاي الآية؟ هذه الآية حطيها قدامك، انت تعتقدين انك تحسنين صنعا باتباع شريعة وباتباع شوي تعاليم يعني بتخليك دائما متوترة ودائما تحقدين على غير المسلمين، بينما اللي أنا بقول لك يا عزيزتي يا بعد قلبي، أنا بقول لك كل هذول البشر كلهم أحبتنا، كلهم دائما معانا. أنا وانت يا خديجة مثل ما أنا بكلمك الآن، أسلافنا كانوا بيكلمون بعض وبيحبون بعض بأي طريقة، أسلاف أسلافنا كانوا بيعملوا هذا الشيء دائما وأبدا. البشر لما تكون قلوبهم على بعض، لما بيحبوا بعض، لما بيشفقوا على بعض، هذه هي الإنسانية، وهذا اللي يبغضه الشيطان، وهذا المفروض اللي نكون عليه. طالما أنه في دين أو عقيدة أو أيديولوجية أو فكرة أو حزب أو جماعة بيخليني أنا أكرهك وأنت تكرهيني، معناته أنه هذا الفكرة فكرة خاطئة، لأنه الأصل فينا إحنا كبشر أنا وأنت دائما وكل البشر، عرفتي كيف؟ إننا دائما تكون قلوبنا على بعض. أنت مثلا، أنا أجزم أنت لو كنت جارتي هنا ما كان راح يمر عليك يوم إلا والدقين بابي تقولين محمد صالح محتاج شيء، لأنك أنت إنسان معق. ليش؟ لأنه راح، لأن أنا بعرف أنه قلبك طيب كنت راح تعمل. البارحة قلت أشغل السيارة أسوي جدرية الدولمة وروح وطية، بس ما عرفت عنوانك. افهمي الفكرة. والله ما أدري. الله يهديك إلهي يا رب العالمين. اللهم آمين. الله يهديك. آمين. أنا ما مخبلي من حياتي، ما أقول غير آمين لما حدا يطلب للهداية. يعني أفضل حاجة هي الهداية، ولكن هل أنت مستعدة أنك تتقبلين الهداية؟ مستعدة لماذا؟ تتقبلين الهداية؟ أنا مهدية. تفتحي قلبك للهداية؟ أنا مهدية من زمان. غلط. الإنسان متى اختار بحاله واعتقد أنه على الصواب فاعلمي أنه على الخطأ. الإنسان ما المفروض أنه يكون يعني متأكد كثير بأنه على الصواب. والله
ما أدري عاد هذول خطية القاعدين على البث، والله هذا الكلام اللي قاعد تقوله بأنه هذا القرآن قرآن محرف، وهذا وهاي الكلمات البي، وانت قاعد هسه تطيني من القرآن آية بأنه حتى استدليت بها، يعني ما أدري شنو هاي العالم اللي هسه قاعدة. مع الأسف مع الأسف ما أقول إيش قد قريبة علي، بس كلش قريبة علي بستوكهولم. ليش أنا ما أستحي؟ بنت خالتي بتها يعني قالت لي البارحة كلام وقفت لي راسي، يعني وقفت لي عقلي، وقفت لي شعر راسي. قلت لها شنو؟ كانت تصلي. قلت لها ماما أنت كنت تصلين، ليش هسه تركتي الصلاة؟ قالت لا أنا ما أريد أصلي. قلت لها ليش ما تردين تصلين؟ والله سمعت فد واحد بالتيك توك قال لي هيك هيك. قلت له من هو هذا الواحد؟ يعني قلت لو تقول محمد صالح كان هاليوم انت على البث يعني شاويتك شوي، بس الحمد لله ما كنت انت. الحمد لله ما طلعت من الدين بسبب فقلت لها، فقعدت حكيت وياها، بس تاخذ وقت لحد ما ترجع، تاخذ وقت. لازم تخابرت على امها، قلت لها كل يوميه تخابرني، ولازم لازم لازم هذا عقلها لنغسل، لازم يرجع مره ثانيه. يرجع لوين؟ يرجع للهداية والإيمان، ويرجع بأنه ما تكون من الخسرانين، ما تكون من الخسرانين، يعني تخسر الدنيا والآخرة هاي بهذا الوضع. شو الفائدة في الصلاة يا خديجة؟ الصلاة مو إلى الله، الصلاة إلي أني. شنو الفائدة من الصلاة؟ هي راحة للنفس وتخفير الذنوب، والصلاة ذنوبك كلها تحطها فوق راسك، من تركع كلها الخطايا كلها تنزل. هاي إذا أنت مصدق ما مصدق هاي مشكلتك، بس هي هاي الحقيقة. مصدق أو ما مصدق، هاي الحقيقة، هاي القضية. القضية أنا أجزم لك بأنك أنت حتى ما تتذكرين متى صليتي آخر مرة، وأنت فاهمة شو بتقولي. والله ما ماكو يجي اصلا، بجيت اليوم الصبح والله، لان انا من اوقف على الصلاه، مو بسبب الصلاه، لانه بسبب الحاله الرقيقه اللي انت موجوده فيها، لانه قلبك رقيق. لا بكيت. والا انت لما تقرأين القران اصلا ما بتفهمين المعنى. لا بالعكس، انا انت شنو انت الله حتى الطب، انا تعرف ليش بكيت اليوم الصبح؟ ها شنو انت عبالك قاعد تطب بقلوب العالم؟ زين يلا انا اليوم ليش بكيت يا فيلسوف يا عبقري، ليش بكيت؟ ليش تقول لي على مود هاي؟ أنا لأنه أنا عشت ودرست يعني ناس كثر، ما يوجد واحد منهم بيقرأ قرآن وبيفاهم القرآن، ما يوجد. المسلمين الغالبية الساحقة منهم بيقرأوا القرآن ما بيفهموا معناه، لو فهموا معناه تركوا هذا الدين. يعني اليوم من واني واقفة على صلاة الصبح قريت آية، فتذكرت بأنه جهالي يعني ما يفهمون، مدى يفهمون هاي الآية، يعني قاعدين خطية يقولون القرآن من غير ما يفهمون الآية، فهذا اللي عورني، هذا اللي يعني مثل السكاكين والله بقلبي. قلت شلون تاماتي ناس أقول لك تقول لي قلتي غلط وقلتي ما أدري شنو مو هيك. ما بقول لك ما تعرفون قرآن، أنتوا تعتقدون أنكم تقرأ قرآن، أنتوا قراءتكم للقرآن مثل قراءتكم لأي جريدة حتى بدون تركيز. أنتوا لو تقرؤون مجلة عندكم تركيز مع اللي بتقرأوه أكثر من اللي تركيزكم مع القرآن. أنتوا فقط حركات بتكرروها. والله يا حبيبي هذا القرآن مو إن هذا الأهل العلم، إحنا تعلمنا بالمدارس، إحنا تخرجنا من جامعات وإعداديات، هاي هذا نعرفه، بس القرآن إله طريقته الخاصة، والمجتهدين واللي الله يحبهم يعرفون يقروا، بس الظهر إحنا مو من. أنت بتصلين في قرآن وأنت ما عارفة معنى. يو ليش شو ما عارفه معناه؟ انا اعرف معناه، بس اني بدات يعني اني دا اغلط، والنبي صلى الله عليه وسلم الى حديث بهذا، وحتى التأتأه نؤجر عليه على عنادك، حتى التأتأه نؤجر عليه. محمد القران اللي كان يقراه ملوش علاقه بهذا القران اللي بين ايدينا، هذا القران صنعه الامويين والعباسيين، ملوش علاقه بالقران النبي. شنو العبا هاي من هاي لما هيك براسك هيك تسوي؟ طبعا ما في، انا دارس هذا الكلام، انت مو دارس هذا الشيء، انت من مجرد تقلدين شويه ناس نصابين قالوا لك انه هذا القران قاله النبي محمد. النبي محمد ولا قايل حرف من هذا القران.
يا جماعة، ترى هذا الحكي والله هو يقوله الروحة، والله هذا كله صح، هذا الحكي والله العظيم لا تنغروا، هذا الحكي كله صحيح، وهو وماكو ما أحاني ربحانة، وشوف هاي أني وهاي أنت، أنت الخسر. شو راح تعملين يا خديجة لو جيتي عند الله سبحانه وتعالى وقال لك يا خديجة، يعني شو كنت تريدين أنا أرسل لك أكثر من هذا؟ حطيت لك التيك توك والإنترنت، وحتى دخلتي واحد يتكلم بلغتك وبكل هدوء معك وبكل محبة وبكل لطافة، ويبين لك الأخطاء اللي موجودة في القرآن عشان تعرفي أنه هذا الكتاب مو أنا اللي أكتب كتاب مثل هذا. شو تريدين أكثر من هذا؟ شو راح تقولين لله سبحانه وتعالى وقتها؟ استغفر استغفر، هاي شبيك؟ هاي انت صدق تحكي؟ هاي انت صدق تحكي؟ يا يعني زين، هسه انت يعني تروح للجنة عبالك؟ تعتقدين انه واحد مثلي اللي بيحب حتى الناس اللي بيسبوه راح يدخل النار؟ هل تعتقدين انه واحد مثلي يوميا يسب في نفسه وفي زوجته وفي بناته وفي اهله وفي ناسه عشان انه بيدافع عن امثالك، عشان ما ينضربوا ما يهانوا، عشان ادافع على بناتك وعلى اولادك وعلى اهلك وناسك وعلى هذا الانسان التعيس انه تكون له كرامه، واعرض نفسي للاذيه واعرض نفسي للخطوره لانه في اي يوم ممكن اكون معرض انه حد يجي يضربني او حتى يقتلني؟ تعتقدين انه واحد مثلي وهو عارف هذا الشيء ورغم هذا بيضحي بنفسه عشانكم انتو انه هذا الشخص راح يدخل النار؟ زين، انت عندك ايمان بانه الله واحد ولا شريك له؟ انا اؤمن بانك انت وكل امراه كائنات عظيمه المفروض ما يهانه لا باسم الدين ولا باسم واحد رجل قندرة. جاوبني، هل انت تشرك بالله؟ هل انت مشرك؟ انا مشرك. انت مش مشرك؟ تقول لا اله الا الله؟ ما ادري، انا ما ادري مين هو الله عشان اقول لا اله غيره، يعني لعشون حتحكي وياه، لعشون حتحكي وياه وتوقف قدامه؟ ما ادري، انا اقول لو الله كان يريد مني شيء كان طلبه مني، ما اعطاني اعظم حاجه على اللي يعطى الانسان. لا حول ولا قوه الا بالله. اعطاني العقل، من خلال هذا العقل نزهته اني انسب له كلام فيها مسبات وفيها قتل وفيها اعتداء وفيها ضرب المرأة. لما اعطاني هذا العقل واستخدمته خلاني احترمك واحترم اي امرأة على وجه الارض. لما اعطاني هذا العقل، لما اشوف شخص يعتدى عليه او يقتل او يضرب كل قلبي يتقطع عشانه، سواء كان هذا الاعتداء بسبب الدين او غيره. طبعا مع احترامي للموجودين المحترمين، بس اكو هواي ناس والله العظيم هسه لو اي واحد مسلم بيدهم، والله لو ما السلطه لو ما البوليس كان قطعوه بالشارع، بس هذا القوانين والبوليس هم اللي لازم، اقسم بالله. ما هذول الناس اللي عاملين اللي تتكلمين عنهم بهلاوس بهاي الطريقه؟ انت عندك زرع براسك انه هذول الناس بيكرهوك، ما في حدا بيكرهوك. الغبيه، شوف التعليقات الغبيه المليانه حقد وعنصريه وكره، اش اي والله، يعني تشوف كميه الكره والحقد بالناس اللي قاعدين يكذبون وانت قاعد تغني على هواهم. اي والله، انا بغني على هوا الانسانيه. انا بشوف انه انت وهم وانا وكلنا احنا المفروض نكون ناس بنحب بعض وما نكره بعض وما نحقد على بعض. هاي الاديان اجت فرقتنا، بينما الانسانيه ومحبتنا لبعض تجمعنا. انا ما احتاج اخذ منك موقف لانك مسلمه او مسيحيه او يهوديه او ملحده او لا دينيه او شو ما كان. انت دائما وابدا راح تكونين الإنسان الذي أنا على مر التاريخ كنت موجودة معايا،
لما كنا بالكهف أنت كنت معايا، لما كنا بالغابات أنت كنت معايا، لما كنا بالمزرعة بنحصد وبنعمل أنت كنت معايا، لما كنا نحاول نعيش ونطور حياتنا أنت كنت معايا، حتى اليوم بالتيك توك أنت معايا. فأنا وأنت دائما مع بعض، دائما من آلاف السنين دائما مع بعض. ما يمكن أنه أنا وأنت نختلف ونفترق عن بعض. ممكن نختلف، ممكن نسب بعض، ولكن دائما رح نكون مع بعض. أولادي وأولادك رح يكونوا مع بعض، بس إحنا مو أولاد، دائما مع بعض. إحنا مو أولاد هابيل اللي انقتل بدون أولاد، إحنا أولاد القاتل قابيل. تعرف لا شنو الغلط؟ يلا صحح يا فيلسوف، عندك بعد دقيقتين لازم نقفل. لأن قبيلة قابيل هذول انقرض، هذول اللي كانوا قوم الأشرار اللي ماتوا في قصة نوح، اللي إحنا من أولاد الولد الطيب لآدم اللي اسمه شيث. شيث، احكي لنا قصة شيث. ليش؟ إنه هذه القصص مش معمولة عشان نجي نسمعها بهذه الطريقة، وإنما معمولة كانت انعملت عشان الناس البدائيين عشان يفهموا هذه القصة ويتعلموا منها. أما أنا وإنتي عقولنا ارتقت وصرنا أكثر قدرة على فهم بعض بدون هذه القصص. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يلا إن شاء الله، إن شاء الله يجي يوم، يجي يوم. أنا شايفة بيك أمل، شايفة أكو أمل والله. إن شاء الله يجي يوم وترجع، ترجع إلى طريق. شايف فيك قلب طيب يسع البشر كله. هاي بس اعتقادك أنت هذا. بل هذا ما تعتقده. وأكو هواي أكم. قول خديجة، أنا درست ناس كثر والتقيت بناس كثر واشتغلت مع ناس كثر في مجالات عدة كلها إلى علاقة بقراءة السلوكيات. لما أقول لك أنه عندك قلب يسع البشرية كلها، ما بقول هذا الكلام عشان أمدحك أو عشان كذا، ولكن أقول لك هذا الكلام عشان تحافظين على هذا القلب. مو المشكلة هاي، بس أنت تعتقد هذا الشيء، مو كل الناس تعتقد هذا الشيء. أكو ناس يعني مع احتراماتي ما يحبون، يعني هسا أنا لابسة الحجاب هذا رمز للإسلام، فشوف الحقد، شوف البغضاء بعينهم وانتش عليك. والله مني باعون علي هيجي، أريد بعد أجيب عباية، أجيب جلباب، أجيب بطانية، أجيب لحاف، بعد أخلي فوقها يمن. من أشوف هيجي يعني، من أشوف هيجي هاي المناظر أتخبل والله. حقك انك تشعرين بالانزعاج خاصة لما بتشوفين انه في ناس تكرهك عشان ملابسك. ما حدا له الحق انه يكرهك او يبغضك او يتنمر عليك عشان ملابسك. انت لك الحق الكامل، تلبسين حجاب ما تلبسين حجاب هذا قرارك الشخصي، واي شخص يتدخل في هذا الكلام ويعاملك بطريقة غير لائقة فهذا الشخص يعتبر متنمر، عنصري، يعتبر إنسان سيء. طيب يا محمد صالح، إذا كان في العمر بقية نلتقي إن شاء الله في المرة القادمة، وجزاك الله خيرا والله يهديك إلهي يا رب العالمين، وإن شاء الله إن شاء الله أشوفك على خير. يطول بعمرك ويتربى أولادك بعزك وتكونين دائما سعيدة يا رب. آمين يا رب العالمين. وإياك يبارك على حالك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا أحبة، وأنا كمان أقول نكتفي بهذا القدر، وإن كان في العمر بقية أتمنى أن نلتقي عن قريب. ديروا بالكم على حالكم، كونوا سعداء،
دنيا نهار، شغلوا أغاني، ارقصوا، احتفلوا، بوسوا بعض، احضنوا بعض، والحياة راح تكون جميلة.